السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا شباب من شباب ابناء الهضبة مكلفين روحنا بتطهير المنطقة وبرا المناطق. اليوم شدينا مناطق زي ما تقول طبي وعمارات الطبي والفرناج والشعبية الفرناج كلها، ونقعد ونخدموا الساعة 2 الظهر من بعد ما يتم الحظر لساعة 12 11 ونص في الليل، ومجهود ذاتي وكل الوركينة المية البدالي الأمور كلها نشرفها مجهودنا الذاتي وكلها خاطر الوطن وللوطن ولله، ومعناش ما نبوا منكم شيء، احنا نبوا شيء بدالي توفروا لنا بدالي بس. وبارك الله فيكم، ونسبه الكلور وبارك الله فيك، وانطيات وكمامات وبارك الله فيك. باديه غطيبه من شباب الهضبه هضبه الشرقيه متفاعلين معنا سكان المنطقه بارك الله فيهم، مجهودات ذاتيه من غير ذكر اسماء، في من ناس يدعموا فينا لوجه الله من غير ذكر اسماء ويعطوا فينا في ماده الكلور، يشكروا بارك الله فيهم ودعمينا الناس هادي، ونخدموا من الساعة 2 الظهر ما يقارب الساعة 12 في الليل. خدمنا نخدموا توحنا في منطقتنا ونطلع نوفروا نبوا نوفروا نخدموا لنا منطقة تانية، خدمنا منطقتنا نخدموا مثلا في نص المنطقة وبعدين نطلع لمناطق تانية. مشينا اليوم لمنطقة الفرناج، مشينا لعمارة الطبي ومشينا لشعبية الفرناج خدمناها، ورجعنا ومشينا عمارات مركز الهضبة حتى ما خدمناهم، وعندنا عمارات الجامع هنا من الخلف، ومشان لمقر شرطة النجدة طرابلس ومرور طرابلس والترخيص خدمناه. وهذا كله من مجهودات ذاتية، احنا مش طالبين شيء من أي مؤسسة تتبع دولة، مش طالبين أي حاجة منها، احنا طالبين إن مثلا دعم بسيط بس، لا نبوا فلوس لا نبوا أي حاجة، لا نبوا مكافآت، فهمت؟ واحنا نخدموا لمصلحة الوطن والمواطن، نخدموا لمصلحة ليبيا، فهمت؟ بالكامل. واحنا ماذا بينا ان ربك يفك علينا البلاء هذا، يفك علينا المرض هذا.